الملف اليزيدي كملف دولي بسبب حجم الضحايا وحجم الضرر الذي وقع على اليزيديين، يسترعي أن يلتفت له المنظمات الدولية والجهات الدولية المعنية لإحياء وتنمية قدرات اليزيديين وحماية تراثهم. وهذا يستوجب، لأنه هذا التراث هو تراث إنساني، نحن لا ننظر إليه كتراث ومعتقد يزيدي، لا، هو تراث إنساني. غير اليزيدي عليه أن يحترم هذا التراث ويحتفظ عليه. لذلك نحن بوجهة نظرنا هذا اليوم الاهتمام باليزيديين والقضية اليزيدية والإبادة اليزيدية والناجين والناجيات هو شأن إنساني بحت، وكل من لديه ذرة إنسانية عليه أن يحمي التراث اليزيدي ويحترم العقيدة اليزيدية والديانة اليزيدية كونه تراث إنساني عميق. هل هناك مساعدات من المنظمات الإنسانية أو الحكومة العراقية والكردستانية بدعم الأماكن الدينية للكاكايين في العراق؟ الملف الكاكي في العراق والكاكايين لديهم مشاكل كثيرة، بدءا من الاعتراف بالهوية الدينية الكاكية في الدستور العراقي، ثانيا حماية أماكنهم كون الأماكن المقدسة للكاكائية في العراق استملكت لأحد الأوقاف في العراق، يعني مستولى عليه وغيرت أسمائها وغيرت ملكيتها. هذا أولا، إحنا علينا أن نشرع قوانين في البرلمان العراقي للاعتراف بالهوية الكاكية أولا، ثانيا معرفة أملاكها وتراثها وأماكنها المقدسة، وتشكيل دائرة معنية بالوقف الكاكي، مش يكون وقف صرف، لا، يعني حول إدارة ملكياتها كتاريخها وأماكنها المقدسة. شنو شعورك اليوم أنت في لاعش؟ المكان الرئيسي أو الوجهة والقبلة نحن نعتبرها هو في كرماشان في منطقة دالهو وبرديور، على مقربة 3 كيلومترات من الحدود العراقية الإيرانية، سايف جهة الإيران. حقيقة أنني أشعر في نفس المكان، لأن نفس التضاريس ونفس الديزاين تقريبا ينطينا، وإحنا إذا قاربنا الديانة الكاكية مع الديانة الإيزيدية نعثر بين 80% من الديانتين متطابقتين في كثير من مفاصلها، ولكن في هذا اللقاء إحنا ما يسعنا القول أكثر من هذا. نعم، أنا اليوم أشعر أنا ما كأنما زرت أحد أماكننا، لأن إحنا جذورنا الدينية واحدة.